بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن صالحا ومن أحسن قولا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.